النيلي قد أضيف إلى البحيرة منذ نصف قرن. وهو ينمو وغذاؤه الأسماك المحلية الصغيرة. حوالي 200 من هذه الأجناس، وهي أسماك لا توجد في أي مكان آخر في العالم، اختفت بسرعة. وهذا ما سمي الانقراض الجماعي الأكبر للفقاريات في الزمن المعاصر. ولكن ماذا عن هجمات التماسيح؟ لقد جذبت الأسماك الجديدة عددا كبيرا من الصيادين الجدد إلى البحيرة. مع وجود أكبر للبشر على البحيرة، أصبحت مصادفة تمساح أكثر شيوعا، والهجمات في أكثر الأحيان مميتة. مصائب أوغندا الأخرى، الأمراض المتزايدة، هي أصعب على التفسير. ولكن يظن أوغوانغ أن بلاده تعاني بسبب غاز آخر، وهو غاز تتبعه إلى قصة حب حصلت منذ عقود. تقول الأسطورة إن مهندسا أجنبيا يعمل في رواندا القريبة في الستينيات وقع في الحب، وقدم الرجل لخطيبته نبتة مستجلبة أصلها من أمريكا الجنوبية، وهي الزهرة المتكحلة المائية. والمفترض أن حب الزوجين كبر مع السنين، والمؤكد أن المتكحلة المائية كبرت كذلك. لا أحد يعرف تماما كيف وصلت النبتة الأجنبية، ولكن بطريقة ما طفت شتلات منها مع التيار. وفي عام 89 عثر على زهرة المتكحلة المائية في بحيرة فيكتوريا، وبعد 7 سنين سدت العشبة 80% من شواطئ أوغندا. بالنسبة إلى الصيادين وعائلاتهم كان ذلك كارثة. أثبتت الزهرة المتكحلة المائية أنه عندما لا يتم التصرف السليم بنبتة دخيلة، يمكنها أن تؤثر تأثيرا هائلا في حياة السكان المحليين. صار الوصول إلى أماكن الصيد صراعا شديدا. الصيد الأقل يعني مدخولا أقل، ما يهدد بانتشار المجاعة. وتحت غطاء الأعشاب الخانق، تسببت النباتات العفنة بتلويث مياه الشرب التي تأتي مباشرة من البحيرة. كانت الزهرة المتكحلة المائية السبب في الأمراض والإسهال والزحار وأشياء من هذا القبيل، لأن المياه كانت ملوثة جدا. يظن أوغوانغ أنه يعلم أيضا كيف تستطيع نبتة أن تتسبب بأمراض معدية مثل الملاريا والبلهارسيا. هذان المرضان يعتمدان على الماء، والنبتة الدخيلة تخلق بركا ساكنة، وهي أرض خصبة لتكاثر البعوض الذي يحمل جرثومة الملاريا. في أثناء ذلك وعلى حدود تلك الأعشاب الطافية، تجد حلزونات الماء التي تحمل جرثومة البلهارسيا أماكن جيدة لتلقي بيضها. في مختبره الواقع على مشارف عاصمة أوغندا، يبحث جيم أوغوانغ عن طريقة لمحاربة الغاز. العشب يسيطر كما يظن أوغوانغ، لأنه ترك ما يفترسه خلفه في موطنه البرازيل. فلما لا يستورد العدو الطبيعي؟ لقد حملها أوغوانغ بنفسه إلى أوغندا، 1200 سوسة في أكواب صغيرة. وبعد أن تأكد أن السوسات لا تحب المحاصيل المحلية، بدأ أوغوانغ بتربية جيش حشراته، وقريبا سيكون بإمكانه نشر قواته. في بحيرة فيكتوريا يساعد الصيادون، يساعدون في نشر المتكحلات المائية الملأ بالسوس. بدأت الحشرات المستوردة تأكل بشغف وبسرعة، وتتوقف صحة الأوغنديين الآن على شهية الحشرات.
البالغات تثقب الورقات ما يجعلها تنغمس أكثر في الماء وتلتقط قدرا أقل من أشعة الشمس. في أثناء ذلك وبعيدا عن الأنظار تقوم اليرقات بعمل داخلي كأنها تعيش في معلف داخل ساق الورقة، وعندما تصير اليرقات على وشك البلوغ تنتقل إلى تحت الماء. تبني كل منها ملجأ من شعيرات الجذور مما يعطل قدرة النبتة على سحب الغذاء، وفي هذه السلات المغزولة تحت الماء تصبح اليرقات حشرات بالغة. هناك أوراق، والآن يبدأ الجيل التالي دورة جديدة من التدمير البناء. لمعرفة إذا كان السوس يقوم بواجبه يراقب أوغوانغ بحيرة فيكتوريا. المتكحلة المائية تنحسر بشدة والنباتات الباقية ضعيفة ومصابة بالسوس. برنامج أوغوانغ في التحكم الحيوي قد نجح. كان مذهلا أن هذه الكائنات المتناهية في الصغر قادرة على القيام بشيء مفيد، وأنا أذكر تعليقا أنه ماذا تقدر هذه السوسة الصغيرة أن تفعل. الأمر مضحك، وهذه السوسات تثير الضحك نوعا ما. بعد 5 سنوات من إطلاقنا السوس حدثت معجزات، ولم يعد هناك أي من المتكحلات على الإطلاق. بعد أن تم التحكم في العشب الدخيل أصبحت بحيرة فيكتوريا أصح، وعاد للصيادين منفذ أفضل إلى الطعام. مياه الشرب أقل تلوثا بالنباتات المتعفنة، ولم يعد هناك موطئ قدم لأمراض كالملاريا والبلهارسيا. انتصار السوس على المتكحلة المائية ليس سوى قصة نجاح استثنائية. في أماكن كثيرة أخرى ما زال الناس يعانون بسبب الأجناس الدخيلة. وصل بعوض النمر الأسيوي إلى أمريكا الشمالية في منتصف الثمانينيات في شحن إطارات مستعملة، وقد تحمل هذه الحشرات فيروس النيل الغربي. تعاني الولايات المتحدة بسبب غزوات النمل الناري ومصدره أمريكا الجنوبية، والنحل القاتل وهو هجين أفريقي هارب، والجنسان يقتلان البشر في زحفهما من الجنوب. اجتاح ثعبان الشجر البني من غينيا الجديدة جزيرة غوام في المحيط الهادئ. بسمه والتفافاته الخانقة يشكل تهديدا قد يكون مميتا للأطفال، ولكن بإمكان الأجناس الدخيلة تهديد أكثر من أجسامنا. إذا هناك ارتفاع مفاجئ في المشكلات الصحية حول بحيرة فيكتوريا ومباني تنهار في نيو أورليانز. بإمكاننا محاربة المرض، بإمكاننا بناء مباني أقوى، ولكن هذا ليس المقصود. في الماضي كان يمكن تناسي هذه الأخطاء واعتبارها من نتائج العمران السلبية التي لا يمكن تفاديها، ولكن اليوم نحن ندرك أنه يمكن أن تكون تحذيرا من مشكلات أعمق تهدد حتى الأرض التي نقف عليها. يتبع العالم النباتي ديفيد دافي غازيا يهدد بإرسال تربة هاواي باندفاع تحت البحر. هناك شيء طليق في الغابة، أقصد أن هناك جنسا جديدا في الغابة وهو يؤثر في حياة الغابة الطبيعية. دافي مقتنع أن جنسا غريبا معينا مصمم على إحداث انهيارات في التربة،